بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وتحت شعار لا للعنف ضد المرأة وبمشاركة 200 شابة وبالتعاون مع اللجنة الأولمبية العراقية في كركوك، أقامت جمعية الأمل العراقية فرع كركوك ركضة جماهيرية بهذه المناسبة. شكر والتقدير إلى منظمة الأمل بإقامة هذا الركضة الجماهيرية. شارك في هذا الركضة أكثر من 200 شابة. شعارنا هو من أجل اللا عنف لشاباتنا ونسائنا. هذا العام الحركة النسوية رفعت شعار جيل المساواة يقف ضد الاغتصاب. المشاركات في الماراثون ارتدين كمامات تضامنا مع التظاهرات التي تشهدها أغلب المدن العراقية. بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة حبينا يكون الماراثون عن طريق الفتيات الأمل اللي حاملين على الشعار صدرهم شعار الفتيات الأمل الجرأة الشجاعة الصدق. لهذه السنة الحركة النسوية العالمية عندها شعار جيل المساواة يقف ضد الاغتصاب. عندما نقول الاغتصاب ليس فقط بمعنى الاغتصاب وإنما العنف الجنسي والتي تشمل والتي ازدادت في محافظة كركوك بأشكالها المختلفة، منها تعدد الزوجات، منها تزويج القاصرات، منها التحرش، منها الاغتصاب بأشكال مختلفة. بدأنا الماراثون وكلنا كنا لابسين الكمامات تأييدا للثورة 25 في ساحة التحرير والمحافظات الجنوبية. وتحاول جمعيات ومنظمات نسوية غير حكومية إقامة مجموعة فعاليات ونشاطات رياضية وتربوية وتثقيفية وإشراق السلك التربوي. احنا اليوم كجمعية الأمل العراقية سوينا يعني نشاط ماراثون، والنشاط ده يشمل الفتيات المدارس وبالأخص مدارس داخل الكركوك اللي تشمل مدارس الكردية والتركمانية والعربية، يعني ثلاث دراسات. والحمد لله الماراثون يعني لحد هسه تم بشكل جيد، والماراثون الهدف منه انه الرمز للهاي انه نشوف انه بنات كركوك يعني محرومين من اغلبيتهم محرومين من الرياضه من الماراثون من هاي الشيء. وتشهد اغلب المدن العراقيه حالات عنف ضد المراه، وتتفاوت هذه الحاله من منطقه الى اخرى. الحكومه الاتحاديه تعمل جاهده مع المنظمات النسويه للوقوف ضد كل اشكال العنف الذي يهدد المجتمع بشكل عام والمراه بشكل خاص. عدنا جاف فضائل التغيير كركوك.